يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة، يا رب تستمتعوا. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تنسوا تدعوا لوالدي بالرحمة، الله يرحمه ويغفر له. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ القصة. يقول صاحب القصة: شفت الكثير يشارك بقصصهم عن الحب، حبيت أشارككم قصتي. أنا شخص مالي في الحب ولا شيء، وزمان قبل 8 سنوات جتني بنت وسولفنا ولا كان بنية حب أو شيء، مجرد سوالف. ومع الأيام والوقت صرت أحبها حب مو طبيعي وأفقدها. طبعا مرت سنة وحنا على ذا الحال، ويشهد الله ما قد شفتها ولا شيء، وإنه كانت نيتي بس أتزوجها، بس وقتها كنت بثالث ثانوي. المهم اعترفنا البعض وطلعت هي بعد تحبني، واستمرينا 3 سنوات على ذا الحال، وأحبها حب مو طبيعي، وأتصدق عنها وأدعي لها بكل صلاة، وأدعي إنها تصير من نصيبي وحلالي، وأتصدق كل وقت وهي ما تدري. المهم بعد حب استمر 4 سنوات، وأنا ما كان لي نية بالجامعة، كنت أقدم عسكرية وما انقبلت بقطاع، وخفت تروح علي البنت. قررت أعلم أختي وتعرفت عليها وضبطتنا. وبعد فترة حول 8 شهور خطبتها خطوبة لين أتوظف، والحمد لله تيسر كل شيء، وأهلها مرة معي طيبين، وكنت أروح عندهم بالمناسبات والأعياد ويعزموني، وكنت أقدم على الوظائف، وكانوا الكل يعرفون حبنا، أهلها وأهلي. المهم بعد الخطوبة ب7 شهور تغيرت علي مرة وتعبت، ولا عاد تبي تكلمني ولا تبيني، وتجلس شوي وتبكي وتقول لا تصدقني أنا أبيك، وتقول إنها جتها عين مدري حسد وسويت كل شيء، وقسم بالله إني وقفت معاها وسويت المستحيل وأقدرها ولا أصدق كلامها، أقول مو بإرادتها، لازم أصبر عليها بتتعافى إن شاء الله. وانقبلت بعسكرية بس باقي ما جت الدورة، وانقطعنا 4 شهور. كنت أخذ أخبارها من أختها بس، وتقول ما عاد تبيك، تقول لي فلانة ما عاد تبيك، وأنا مو مصدق، أقول مو بإرادتها، بترجع تمام إن شاء الله، راح تتعافى وحنرجع لبعض. المهم بعد 4 شهور أرسلوا لي أهلها إنها فسخت الخطوبة والبنت تعبانة ومو بإرادتها، وحاولنا فيها بس ماشي مو راضية، وقسم بالله إنه عمري ما حزنت وجتني نفسية وانعزلت، ولا قد مر علي شي زي كذا، أحس مو مستوعب لأن ما بيننا شي وحبنا نظيف ولا بيننا شي، ليه كذا؟ ليه يصير معايا كذا؟ جاني اكتئاب ونفسية ما يعلم فيها إلا الله، وقسم بالله يوم كانت معي إني مكتفي فيها ما كان عندي برامج ولا شيء، كل وقت أنه سالف 24 ساعة، ويشهد الله ما عمرنا قد سالفنا في شيء ما يرضي الله، علاقتنا نظيفة، كنت أحبها حب طاهر. وجتني الوظيفة والدورة وقسم ما عاد لي خاطر فيها، وكنت ما بروح وبسحب، بس غصبوني وكلموني أهلي وأصحابي ورحت، قلت يمكن نقدر نرجع وأخطبها ونملك ونتزوج خلاص، لأن خلاص توظفت. المهم توظفت وقعدت سنة ورجعت أرسل لها بس ماش ما تبغى ولا عاد تبغاني ولا عاد تبغى ترجع لي، مع العلم إنها خلاص تمام بس معي أنا ما تبيني. وحاولت مرات وكل مرة أرجع لها وهي ماش تقول قسم أنا أحبك بس ما أبيك بحياتي ولا أقدر أعيش معك. طيب ليه كذا؟ قسم بالله حرام، وتعالجت وكل شيء، بس ما أدري كيف كذا، ليه تعاملني كذا؟ ليه ما تبيني؟ فين راح الحب اللي أول كله؟ لين خلاص يئست بعد أكثر من 6 محاولات، وبين كل محاولة ومحاولة أكثر من 5 شهور، خلاص لين يئست. المهم الحين صار لنا 4 سنوات افترقنا، 2019 كانت أسوأ سنة بالنسبة لي، لكن الحمد لله على كل حال، والله يحفظها وين ما كانت ويسعدها ويوفقها، ويشهد الله إني ما قيت حبيت أحد زيها، وإني أدعي لها لليوم، ولا قدرت أتخطاها، لكن هذا حال الدنيا. آسف طولت عليكم القصة، بس ادعوا لها وادعوا لي بعد. اللهم إني لا أعلم أين هي، ولا أعلم حزينة كانت أم سعيدة، ولا أعلم تبكي أو مبتسمة، ولكني أعلم إنك وحدك تراها، فاجعلها يا الله في ودائعك التي لا تضيع. اللهم أسعدها وأرح قلبها وأشرح صدرها وحقق أمانيها وأبعد عنها كل ضيق وحزن. ربي إني أحبها كثيرا بقدر لا يعلمه إلا أنت، استودعتك روحها وقلبها فاحفظها يا الله. الله يجمعكم على خير، صدقني إذا كانت هي من نصيبك ربي رح يجمعكم.
شوف، هي العلاقات هذه، الزواج، الحب، كلها قسمة ونصيب. إذا كانت من نصيبك وهي خير لك راح تجتمعوا مع بعض، أما إذا ربي صرفها عنك خلاص يعني معناته ما في خير في علاقتكم، وإنت أكيد إنسان تؤمن بالله. الله يسعدها في أين ما كانت ويرزقها باللي تتمناها، وإنت كمان الله يسعدك ويرزقك باللي تتمناه. أكتبوا له في الكومنتات لأنه راح يقرأ، وأدعو له وأدعو لها. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوا لي قصصكم على الإنستجرام أو السناب. بختار قصص، القصص اللي لها عبرة، لها نهاية، قصص ما تكون قصص خيالية. أتمنى إنكم ترسلوا لي قصص حقيقية، قصص فعلا صارت لكم، قصص معقولة، مو القصص اللي توصلني كلها، أغلب القصص قصص خيالية، وحرفيا ما أبغى المتابعين يطفشوا من القصص الخيالية. فياريت ترسلوا لي قصص حقيقية ويصير أنا أقولها بإذن الله. وبس لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، واكتبوا لي كومنتات لطيفة تسعدني وتسعدكم.